في بعض الأحيان وبعدما أصلي أكون قلقا أو يأخذني النعاس أو الملل فلا أصلي السنة الراتبة، فهل علي شيء في ذلك؟ ينبغي المحافظة على السنن الراتبة لأنها سنة مؤكدة، والكسل إذا الإنسان مال مع الكسل فإن الكسل يزيد، وأما النعاس إذا كان نعاسا غالبا بحيث إنه يتغلب عليك في الصلاة ولا تدري ماذا تقول فحينئذ تنام، وأما إذا كان مجرد نعاس خفيف فإنه لا ينبغي لك ترك الراتبة، مع أن الراتبة لا تأخذ منك وقتا طويلا، ينبغي لك أن تحافظ عليها مهما أمكنك ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.